يعني حابب تلعب دور طالب المدرسة؟ معقول تاني؟ رفقة عمر هيك تفرط مشان سبب تافه؟ تافه؟ أنا مشتاق لك كتير، مشتاق نقعد مع بعض، نحكي ما نحس بالوقت. شوف شوف شوف، أنت شخص تنافسي، عندك اللاجدوى والفراغ بحياتك. طبعا يعني أنت بتحاول تعوضهم إنك تخلق منافسات ما لها أي معنى لحتى تفوز فيها. طبعا هي شخصيتك يعني. حتى بشغلك نفس الشيء، يعني أنت استغليت حدا تاني بس لتثبت لنفسك إنك فيك تتفوق على رفيقك. طبعا يعني هي قصة قديمة، أنا ما بعرف ليه عم نحكي فيها. طيب كيفك؟ منيح. أنا منيح، لونا منيحة، يعني ما في شيء سيء، ما في شيء جيد، يعني عم بقضي الوقت هيك. أنا صار عندي بنوتة صغيرة، يعني أنا وبس ما رجعنا ولا عم فكر بمسلسل جديد، وما عاد فكرت بشو وليش وهدول الأسئلة يعني، أو بالأحرى ما عاد بدي فكر، والتميت على شلة جديدة بالقهوة، كل يوم عم ننزل نلعب شدة مع بعض، ما في أي حديث غير الشدة، يعني 4-5 ساعات من اللعب المتواصل بدون أي جملة مفيدة. هيك أنت، يعني هي تنافساتك طبعًا. يلا منيح لقيت لك شي شغلة. أنت بتعرف إنه الحياة بعد منتصف الثلاثين بتتحول مثل ما هلا أنت بتقول. وردة منيحة، بعت مسلسل وعم بتكمل شغله، طلقت بشكل نهائي، بس غسان لسه عنده أمل إنه يرجعوا لبعض، عم تقضي معظم وقتها بالبيت مع بحر، وما عندها استعداد أبداً إنه تحكي معي. ما كتير بيعني لي أعرف هذا الحكي حازم، أنت شو سميت بنتك جولي؟ إيه، بس ما هيك بدها، وأنا ما عاد إلي خلاق على المدابلة أبداً. يعني بعد ما تركت البيت، يعني انا بكون كثير وقح اذا قلت لك انه ما بحب اسمع هالسيره. لا، لانك تايم، ما حدا بيتغير. طيب انا رح اروح. اوكي. ما بعرفك جمل يا رجل. بتعرف رقمها الجديد لوين؟ ايه بتعرف. انا يعني وقت حازم انا ما بحب اعرف، حتى ما بعرف ليش طلبت رقمها الحقيقة. يمكن بجوز لحتى ما اندم كل عمري انه ما شفتها لو لمرة واحدة قبل ما اسافر بشكل نهائي. حازم، مو قصة انه انا زعلان منك او انه اللي صار تافه، بس الحقيقة انا ما عاد عندي ثقة فيك ابدا، بس كمان ما بكرهك صدقني. اعطيني رقم ورقة.